امبارح سيأنا نرجع لك. يلا. ولا يمكن ابدا ان نتراجع الى الوراء، ومن يريد ان يعبث بالدولة التونسية او يشكك في الحريات في الداخل والخارج فهو اما عميل او شخص بالفعل مصاب بغيبوبة فكرية عميقة لن يفيق منها ابدا. ولا يمكن ابدا ان نتراجع الى الوراء، ومن نعم يريد ان نكفي بالقدر. لكن كلمة الآن أنت متابع ما شاء الله دولي، مشحوق دولي. الآن هذه السردية التي حاول ترويجها كثيرا السعيد، بالنظر إلى مجمل المواقف الدولية يتبين أنها أن سعيد لم ينجح في هذه السردية. مواقف الدولية كنا عاود نسردوها، المواقف الدولية، الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي وغيره، فشلت هذه السردية الذي أراد سعيد تسويقها، لم تعد تنطلي على أحد. المشكلة أستاذي أنه السيد قيس سعيد لا يستمع بصراحة. واضح جدا أنه يعني الرجل كما يقول دائما لا رجوع الوراء، لا رجوع الوراء، لا رجوع الوراء، ولكن نحن الكل يعرف أننا رجعنا إلى ما وراء الوراء، وتونس رجعت إلى العصر الحجري سياسيا يعني بكل المقاييس. ولكن فقط كرد على عبارة خونة و ما إلى ذلك، يعني حقيقة أجد صعوبة كبيرة في الرد على هذا الكلام. يعني الناس الذين رجعوا بعد الثورة من الخارج وخدموا الدولة تطوعا من مواقع مختلفة وقدموا لها الكثير من وقتهم وجهدهم وأعصابهم وعائلاتهم وكل شيء، هل هؤلاء عملاء للخارج؟ هل الذين تلاحقهم أجهزة مختلفة بسبب آرائهم وأفكارهم هم عملاء للخارج؟ إذا كانت قدرت عليهم هذه الأجهزة في الخارج وهي قوية وفاعلة ومؤثرة، هل كانت تتركهم؟ يا سيدي، من يدعم قيس سعيد اليوم؟ أليست فرنسا بالأساس؟ من أذكر فقط بحقائق حتى يعلمها للتاريخ، عندما أعلنت نقابة الصحفيين في 2013 آخر 2012 بداية 2013 الإضراب العام، من زارهم؟ زارهم السفير الفرنسي حينها، واستدعيناه حينها وطلبنا منه الالتزام بدوره وباتفاقيات فيينا التي تلزمه بالإعلان عن تحركاته وعدم الخوض في الشأن الداخلي. اليوم من يسأل السفير الفرنسي عن تحركاته وما يفعله؟ ما نراه اليوم، وانت حضرتك سألت وحرصت على السؤال وحرصت مع ضيفك الأستاذ زياد والمتدخل الكريم سي مقداد بأنه هذه الموازين المختلفة، كيف أنه عندما يكون الأمر يتعلق بنوعية معينة من الصحفيين ندافع عنهم ونحتفي بهم، وعندما يكون من رأي آخر يعني نتجاهلهم. هذا المنطق هو مع الأسف الشديد الذي نراه اليوم في فرنسا، هذا الواقع الفرنسي اليوم وهذه الثقافة الفرنسية على هذا الاستثناء على المستوى الأوروبي. هناك ثلاثة دول على المستوى الدولي لها هذه العقلية في التعامل بالمعايير المختلفة، فرنسا في أوروبا، الهند مع المسلمين والأسلوب في التعامل وهي ديمقراطية عريقة وكذا، ولكن أيضا مع نوعية معينة، والكيان الإسرائيلي أيضا في التعامل مع الفلسطينيين ومع أصحاب الحق العربي في فلسطين. وبالتالي هذه الكيانات الثلاثة التي نراها اليوم والأمثلة عندنا فيما يخص فرنسا. فقط لنتذكر تلك القائمة الطويلة من المؤسسات والأحزاب والنقابات التي تمضي البيانات، تذيل بها البيانات. نعم، هذه ممارسة فرنسية معروفة بالمناسبة. اليوم عندما تراجع ما يحدث في فرنسا والإعلام الفرنسي، سواء يعني مساحة التنوع فيه تضيق يوميا، وهذا معروف ومعلوم، وكتبت فيه لوموند وكتبت فيه جون أفريك وكتبت فيه العديد من وسائل الإعلام الفرنسية أو التي تصدر في فرنسا. وبالتالي الحديث اليوم عن الواقع التونسي لابد أن يفهم في سياقه، في سياقه الداخلي. نحن لدينا مشكلة كبيرة في تونس في هذه العقلية التي ترى أنه المختلف فهو الآخر
والذي لا نتحدث عنه والذي سلوكه لا يعجبنا فهذا غير موجود بالمرة، فهذه هي عقلية غبية ولا يمكن أن تستقيم ولا يمكن أن تبني للمستقبل. حضرتك تفضلت وذكرت بأنه نحن سنواصل وسنبني، وهذا هو هذا هو المنطق وهذا هو العقل وهذا هو هذا الذي منطق الكبار. لما جاء نيلسون مانديلا وأعلن يعني يعني خريطة طريقه لم يستثني السوء البيض من المعادلة، وهكذا هو لما جاء حتى راشد الغنوشي وحركة النهضة لم يستهدفوا خصومهم الذين سجنوهم والذين نكلوا بهم، بل يعني احتضنوهم وفتحت لهم الأبواب وأعطيت للكثير منهم يعني المناصب وغيرها، والبعض منهم اليوم يستهدفهم. يعني الحقيقة هذا هو الواقع، فعلينا أن نكون حصل نفس الشيء في مصر، حصل نفس الشيء في المغرب في بداية المسار الديمقراطي، وهذه كلها تجارب وتجارب مهمة. والمؤسف أن هذه التجارب المأساوية أنها تعاد ولكن لا تجد معتبرا يعتبر من التاريخ.